عبر الهاتف ينضم إلينا اللواء طيار أحمد كامل المنصوري، قائد تشكيل المقاتلات في حرب أكتوبر المجيدة. ست اللواء، أهلا وسهلا بحضرتك. أي ذكريات يمكن أن تساق للمواطنين بشكل عام وللطبقة الجديدة والجيل الجديد الذي ربما لم يعاصر هذه الحرب؟ الحمد لله 47 سنة مضت على حرب الفخار، حرب أكتوبر اللي تعتبر أول انتصار للعرب ومصر على إسرائيل بعد أربع حروب، 48 56 مصيبة 67 والاستنزاف اللي استمر 1000 يوم ب 500 يوم معارك، وكان البداية الحقيقية لحرب الفخار وحرب النصر حرب 73. والحمد لله كان في يوم كيبور وأسوأ أيام على إسرائيل، يوم أن انطبقت السماء على إسرائيل في أول هجمة، أول 225 طيارة مقاتلة ومقاتلة قذفة عبرت قناة السويس من 2 ل 2 و5، وكان ده اليوم اللي احنا كنا منتظرينه ست سنوات إعداد عرقنا فيهم دم علشان هذا اليوم اللي احنا غسلنا فيه عارنا وحصلنا على شرفنا وقدرنا ان احنا نسحق إسرائيل ونقطع جراحها طول المتمثلة في قواتها الجوية ومرغنا أنفها في التراب، والحمد لله. وكانت آخر الحروب، وبعد كده بطل الحرب والسلام الرئيس البطل المؤمن محمد أنور السادات استرد جميع الأرض في مقابل السلام، وبنسلم 60 مليون شاب اللي تحت 40 سنة بنسلمهم الرايات مرفوعة، وكل حبة رمل عليها نقطة دم من 100,000 شهيد مصر قدمتهم. الحمد لله احنا في أول ضربة جوية كان منتظر ليها 50% خسائر، وكذلك أثناء عبور الجيش المصري 50% خسائر، يا هيموتوا غرقا يا هيموتوا حرقا بالنطلم، ويلزم لخط برليف يلزموا 2 قنبلة ذرية عشان تقدر انك انت تعدي. الحمد لله، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى. إذا كانت أمريكا بسلاحها التكنولوجيا بتاعتها الغير عادية مع إسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى كان مع نصر. صيحة الله أكبر كانت توقي في قلوبهم الرعب. سيادة اللواء، معلش يعني وحضرتك بتستعمل ربما حتى مفردات نستذكرها من خطاب النصر للرئيس الشهيد الراحل محمد أنور السادات، استعادة الأمة الجريحة شرفها بنفس التعبير الذي استخدمه الرئيس الراحل أنور السادات. إذا كانت هذه مسألة بالغة الوضوح، لماذا هناك من يخرج للتشكيك والمسألة لا تحتمل أصلا أي اختلاف في وجهات النظر بين حقيقة دامغة عاشها المقاتلون الذين كانوا حاضرين في هذا الحرب وعشنا نحن حتى تبعاتها باسترداد الأرض كاملة؟ من الذي يمكن أن يقبل تطاولا أو تعديا من أشخاص قد يكونوا محسوبين على مصر ولو بالجنسية؟ احنا عايزين نوضح هنا جليا للستين مليون شاب مصري اللي بقول لحضرتك تحت 40 سنة يكونوا واعيين ويكونوا فاهمين ان احنا سحقنا اسرائيل وان احنا خدنا ارضنا وخدنا ارضنا مقابل السلام. النهاردة السلام مقابل السلام، فلازم الناس دي تبقى واخدة بالها من المشككين والناس اللي هم يعني مش قادر اقول لك عليهم ايه، سقيمي الوجدان اللي يروح يشترك في اي حملة ضد بلده او في اذاعة او في اي اعلام اجنبي علشان يشتم بلده او عشان يشكك فيها او عشان يهدمها. هم مش عايزين اي حاجة الا انهم يهدموا هذه البلد في الوقت اللي احنا بنبني بلدنا وان احنا بنعمل لاقتصادنا لانفاق لطرق لقناة سويس جديدة لسكة حديد لصحة لكورونا لفيروس سي، كل شيء ماشي بروح اكتوبر واحسن في هذه الايام. لازم الشباب يبقى فاهم واعي كويس جدا ويحذر. وانا ليه تجربه شخصيه، الناس دي بتجتزئ. طيب معلش سياده اللواء، بشكل اكثر وضوحا، المنصات الاعلاميه الداعمه لجماعات موصومه بالارهاب والتطرف تنازع حتى في هذه النقاط، تنازع فيما حققه الجيش من نصر مبين، من نصر باعتراف الكافه، تنازع في ربما حتى بعض الحقائق المجرده. من الذي يمكن ان يقتنع بما يردد في تلك المنصات او القنوات بشكل بالغ الوضوح؟ في الحقيقة الدور بتاع الإعلام المصري والإعلام العسكري والشؤون المعنوية للقوات المسلحة للجيش البطل المصري بتوضح وضوح الشمس. محدش يقدر ينكر إن الشمس بتطلع الصبحية ولا إن الهرم مش موجود. نصر أكتوبر ده نصر رسيخ ونصر مؤزر ومحدش يقدر يتكلم فيه. هم بيحاولوا يخلطوا الأمور في محاولة للتشكيك للشباب، لأن بقول لك في 60 مليون شاب تحت سن
الأربعين لا حضروا الحرب ولا شافوها ولا يعرفوا عنها حاجة. فإحنا عايزين وعي، وعايزين يعني يكون في المحاربة بالفكر وبالوعي أكتر من المحاربة اللي هي بالسلاح. لازم الناس تفهم في ندوات، ولازم تفهم في الإعلام، والإعلام قايم بدور الحقيقة كويس جدا، لكن الشباب في حاجة إن هم يوضحوا. ودي تجربة شخصية حصلت معايا أنا، بيكتزعوا الكلام اللي ممكن حد يقوله ويبتدي يمنتجه ويعمل فوتوشوب ويعمل الألعاب اللي هو بيعملها، مش مكتفيين بالألم اللي خدوهم على قفاه في المظاهرة بتاعت نزلة السلمان لما خدها معتز مطر الإنسان الخائن العميل المأجور وبيزحها عنده بعد خمس دقايق. سيادة اللواء، حضرتك بتشير إلى واقعة شخصية حدثت معاك باجتزاء بعض أجزاء من حديثك كما فهمت؟ تمام. بالنسبة للقناة مكملين بالذات، لازم الناس تبقى على واعي وتبقى على دراية، وأبشرهم أن يعني كل الأجهزة والجهات الأمنية اللي موجودة في مصر سواء مدنية أو عسكرية على دراية، وفي كتائب إلكترونية قاعدة وجاهزة بترصد كل يعني كل هذا العبث علشان تحمي مصر وتحمي شبابنا. والناس قاعدة صاحية وفاهمة كل شيء، وبيتم تحذير أي إنسان ممكن يستغله ضده أي حاجة زي كده هوت، وبتطلع